بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب العالمين عز وجل أتأفو يتهندى بحسي ما فك شما فت بيغمبريت كت عليه الصلاة والسلام كوني شمدت يفر مروف بزانيتو خمس صارية در حقا فما فهندى نكت. رب العالمين عز وجل قوت رب العالمين وهرص ملائكته توي صلوات دنسر بيغمبري عليه الصلاة والسلام وجيئ او كست وإيمان إناي هنجي صلوات بدنا سر بيغمبري عليه الصلاة والسلام وهرص صلاة وجب دنا سر كو صلاة معنا جدف رب العالمين عز وجل أفيك ورب العالمين مدحت والعصمانة بكت وأجر تبيب بري خبدا يدبيني وكيبن كثير خد جرازي بتتبجد رب العالمين عز وجل أتأفايا تهني دب مديار كر كان قدر قيمة بهاي بيغمبري ويشند اللف رب العالمين عز وجل قدامك دا رب العالمين مدحت والعصمانة كت الدف ملائكته وبشتهنجي فرمان المروفيت إيمان دار جيكر كو أفا أركهنا جهب جهبكن وصلاة بدنا سر بيغمبري عليه الصلاة والسلام أير تبيو بري خبدي دي بيني أتجلك حديثة دا بحث صلوات يهاطي هنك صلوات دي بيني كو بيغمبري عليه الصلاة والسلام فرمان يتدى المكري كو أم صلوات بدنا سر عليه الصلاة والسلام وأير هنك حديثة دي بيني بحث فضل هندي يكيري دا من مروف صلواته دا تسر بيغمبري عليه الصلاة والسلام وتندك حديث دي دا بيني كان او مروف يكو صلواته ندا تسر بيغمبري عليه الصلاة والسلام كان يتشت تسر افي مروف هني وقلت بي باري خب دي بديف دا صح كي دي بيني بيغمبري عليه الصلاة والسلام سنة خدا يعني شميده يكود جلق جهاد ام صلاة بدين سر بيغمبري أبو طلحة خديجة رضي الله عنه بيجت بيغمبري عليه الصلاة والسلام قوت جاءني جبريل فقال جبريل غطى داف من قوت يا محمد أي محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه بها عشرة ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة جبريل هذا في غنبري عليه الصلاة والسلام قلت يا محمد الرب تيد بيجت أري ما أفشان دهني ترازي ناكت هر إكش أمتا تصلاة كبدا تسرتا أز برنبرا في صلاة هني أنجا في صلوات هني ده صلاة بدا مسر واركسا كي صلاة كبدا تسرتا أز برنبرا في صلاة هني ده صلاة بدا مسرتا پیغمبری علیه الصلاة والسلام گفت قلت و قال بلا پیغمبری علیه الصلاة والسلام گفت بله و جوارت حضور خطا وی کلمه هنی ده بکدم رب العالمین عز و جل بجت که از ده صلوات ده مسر ابروکی اگر مروفک فیسبوک خوفکت و سحکت اشعارات و ایکش اشعارات اوابت ذکرک فلان فی تعلیق فلان کس کی نویت تعلیق کی دائنی او دي بلاس قصتا في تعليقه هنك در بزاني كان بحسي وهاتي كرن تشيوه و اگر بتني قد بيت خديج جرازي بيت تني نوفي و غصج اينا بيت او هني كيفكي و دل خشكي و دل شديكي دل دف خداني پيدا كت اگر مروفك الدف مروفك بيجيت فلان كسكي بحسي تايكري افشان ده هني دي كيفكي الدف پيدا كت دي ولا في مروفه هنكت كو او بشوق بسيارة بكت شو بحسي من كريا ونخص ما اجر بحسي وبوشي كربيت او هاني الدلي خضونا بتر دي خوش كت اجر بيتا قوتا نفرو كم روفك اش دف ساروكي هاطي والدف مروفك يدور انت خاري بيجتي ساروكي بحسي تاي كري او دي جالك بكيف صح كتا اخضونا افي اخفتنا هاني كان ساروكي شو بحسي من كريا او هاني بمظن الدنيا ايه او هنه با سرکرده دنیاییه و جا اگر او هنه
بو سرکرد دنیای بید تو حضور آقا مروف اوی کلمه هنی دا بکد کو دبی مروف جارا کبتنید بیشت اللهم صلی و سلیم علی نبینا محمد برم بر وی ده جارا رب العالمین عز و جل عصمانا مدحد او عبده نبکد چند تیو مازن نو ویتل عصمانا بیتا گوتن الی باشه کیفو پوی مصر دمی مروف اک بحث مروفید کد ینجی دمی خدا نعرد و عصمانا بحث مروفید کد وفجا ده جارا و هر ده جار جيب باشي بنو متحبن والدف ملائكتت نيزيك رب العالمين عز وجل نكو اوان متحت هاني بو هنده كات كات كو كربش مرو فيفت بن نخير بل كو اوان متحت هاني بو هنده كات كات كو اوات هاني يفعلون ما يؤمرون اوات هاني جي دم رب العالمين عز وجل متحت عبده كات كات اوات هاني جي دقال رب العالمين عز وجل حشفي عبده هاني كان كو ملائكتت وينها أبو هريرة بيش بيغنبري عليه الصلاة والسلام قلت لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن مالت خناك لقبر ولا تجعلوا قبري عيدا وإن قبر مشي وكي عيدا لنكن روجة كدس نشان بكن بردام تفي روجة هندا قصص القبر من بكن وصلوا علي صلاة بدنا سرمن فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم هنديك صلوات تهوانا أدجهنا من هرجها كهن ليبن اوهان الدست بکی نشامد داد کنیب چشکل مالت ما نابن قبر ایک شون را که اوه یکو هم صلاة بدین سر پیغمبری علیه الصلاة والسلام و گفه مالت ما دش قبر خرابوی بیتا مالک آفا چونکه قبر چه عملت دانینه لو ما پیغمبری علیه الصلاة والسلام دمه گود که من مالت خونه کنه قبر بری ما داهند کنه چوا دی مالت ما ات آفا بن و اکی قبرانا بن أبا يكوام صلاة بدين سر پیغمبری عليه الصلاة والسلام و بديفدا وصلوا علي إن صلاة بدين سر من صلوات الدهوات جهنا من هر جهة كيهن لبن إذن نيا هاو جيه دي من مروفك قصة عملت كت ينجي حجد كت تبجي أبي مروفه هن الصلاة مبجهين پیغمبری عليه الصلاة والسلام چونك رب العالمين عز وجل هندك ملائكت يتموكل كريب هندك وأف ملائكت هن الصلوات تبجهين پیغمبری عليه الصلاة والسلام إذن أو صلوات تبدأ في خط بجي جترة جهن شوان صلواتا يتبدأ في إيكي وانها جي هندي أجي أنا سيكوري مالكي خريج رزيبة تبجيت من ذكرت عنده فليصلي علي هركسك النظر من الدف بيتا قوتن بلاو صلواتا بدأت السرمن فإنه من صلى علي مرة صلى الله عز وجل عليه بها عشرة چونك هر مروفك صلواتا كبتنجي بدأت السرمن رب العالمين عز وجل ده جارة صلوات الدت سر وهروس النافي بالعسمانتين تكون مرم بأبية ورب العالمين عز وجل النافي بالعسمانتين تمت حتويد كتو وهروس قلناه توجد بتو بركة خيتي خيتا ملوي وهن خير مفاهن ده مروفت بجد اللهم صل على محمد أنا سكري مالك خرج رزيبة حديث قريدة بيش پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات أو عشر صلوات هر کسی که صلوات کبتنه داده سرمن رب العالمین عز و جل ده صلوات داده سر و حط عنه عشر خطیئات و بدیف ده ده گون نهجی دش عبیم رو به هنی نجی برن ادویره ده جبلی و فضلک و رب العالمین عز و جل متحت عبد خاکتن لعصمان و گون نهی توی دیجی بتو دلبیوری تو دبرکت خیت ناف مالوی جبلی هندیجی و حط عنه عشر خطیئات ده ده گناه جدا قطید او مروف هنه گناهی تو ده جهبت و ده لبورید گلک جرا دخواز هر مروفه که بزانید که ده چه خانیزی که پیغمبری کت علیه صلات و سلام چه ده شمش که پتر یه هجی بید تبید تدبین شفاعت پیغمبری و علیه صلات و سلام و نصح کنه عبدالله کوره مسعودی خود جرازی بید بر سبابه بسیار هنید داد بر سبب بسیار هنده داد کنه امده چوا خانزی که پیغمبری کن علیه الصلاة والسلام پیغمبری علیه الصلاة والسلام گفت اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة ایش همش که اولا تر بو من ایش همش که پتر نیزی که من ایش همش که پتر یه هجی هنده که کبیتت بین شفاعتا من و یه نیزی که من بیت حشراوت گل من بیت کرن اویه ایش همش که پتر صلاة و دت سر من وجا صلاة سر پیغمبری علیه الصلاة والسلام زده بکن دا اوی چنده هنه جی مروف که بیده بین اوی اجره هنده یه موزن
كمرو فيها جيبت حشرة مرو في قال بيغمبري بتكرن عليه الصلاة والسلام وبديفدا مرو في قلنا هيت مرو في جيبشن وبديفدا مرو في شمشكا بتري نزيكي بيغمبري بيت عليه الصلاة والسلام.